رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فيك من كرمك علما يا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نبرأ إليك من علمنا وحولنا وقوتنا، ملتجئين إلى علمك وحولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر برحمتك كسرنا، وتول بعنايتك أمرنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ومع المحاضرة 20 من سلسلة محاضراتنا لمادة أصول 2 من كتاب نور الأنوار شرح متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى، انتهينا في المحاضرة الماضية بفضل الله من التقسيم الثاني للألفاظ باعتبار البيان أو باعتبار الظهور والخفاء، وتكلمنا عن مراتب الظهور وما يتعلق بها من أحكام، وتكلمنا عن مراتب الخفاء وما يتعلق بها من مسائل وأحكام. تمام؟ اليوم بإذن الله نبدأ بتقسيم جديد من تقسيمات الألفاظ أو لنظم القرآن، وهو تقسيم النظم باعتبار الاستعمال. تمام؟ هلا تذكروا نحن قلنا الكلام، كل كلامنا كل ما نتكلمه حول الكلام. هلا قلنا الكلام في أصله له عناصر، أنا أتكلم معكم، إذا يوجد متكلم، يوجد مستمع، يوجد الكلام الذي بيننا، يوجد واضع لهذا الكلام. تمام؟ هي عناصر الكلام. فالآن في كلام الشارع المتكلم هو مين؟ الله سبحانه وتعالى في خطاباته لنا من خلال القرآن والسنة. من المستمع؟ المكلفين، ممكن نقول المجتهدون. تمام؟ طيب، والواضع منقول عن أهل اللغة، وبينهم في كلام خطابات شرعية. فالآن قلنا أول تقسيم، تقسيم النظم باعتبار الوضع، هذا راجع للمتكلم أم للمجتهد أم للواضع؟ أو بالحسب الوضع للواضع. للواضع تقسيم النظم باعتبار الوضع 4، يعني كيف وضعوا الألفاظ، وضعوها لمعنى واحد لمعنى متعددة، هذا باعتبار الواضع. تمام؟ فهذا كان على 4 أقسام، فرغنا منها خاص عام والمشترك مؤول. تقسيم الثاني اللي هو من تقسيم النظم باعتبار البيان الظهور والخفاء، من الذي يخفي ويظهر؟ المتكلم. تمام؟ هو الذي ينوع في أساليبه بين إظهار وإخفاء. طيب الآن التقسيم الثالث، تقسيم النظم باعتبار الاستعمال، من الذي يستعمل الألفاظ للمعاني، المتكلم ولا غيره؟ المتكلم. أيضا المتكلم، فهذا التقسيم أيضا متعلق بالمتكلم. كما أن التقسيم الثاني للنظم باعتبار البيان وضوح والخفاء ظهور خفاء كان متعلقا بالمتكلم، هذا أيضا التقسيم متعلق بالمتكلم. تقسيم النظم اللي هو لفظ القرآن باعتبار الاستعمال، هذا كم قسم؟ 4، حقيقة، مجاز، صريح، كناية. تمام؟ حقيقة، مجاز، صريح، كناية، هي 4 أقسام تحت إيش؟ أي تقسيم؟ باعتبار الاستعمال. الآن كلامنا اليوم بإذن الله في الحقيقة والمجاز، هما مترابطان، الحقيقة والمجاز. الآن لاحظوا هنا نظرنا من حيث الاستعمال، دائما كل تقسيم له نظر معين. التقسيم الأول باعتبار الوضع كنا ننظر لللفظ من حيث الوضع، وضع لمعنى لأكثر من معنى. التقسيم الثاني من حيث ظهوره وخفاؤه. تمام؟ يدل بظاهره، يدل بالنص، يدل كونه مفسرا، كونه محكما، كونه خفيا. الآن النظر إلى استعمال اللفظ، إلى استعمال اللفظ من قبل المتكلم. الآن اللفظ الذي وضع له اللفظ وضع لمعنى. تمام؟ الألفاظ وضعت لمعنى، إما أن نستعمل اللفظ في نفس معناه الذي وضع له، أو نستعمل اللفظ في غير معناه الذي وضع له. اللفظ، الألفاظ وضعت إزاء معان، إما أن نستعمل ها كل لفظ في معناه الذي وضع له، وضعته العرب له، أو نستعمل اللفظ في معنى آخر لم يوضع له اللفظ. يعني أنا لو قلت لكم رأيت قمرا في السرير، ما معنى قمر هنا؟ الطفل الصغير. تمام؟ طب لو قلت لكم رأيت قمرا في السماء، حقيقة اللي هو ايه؟ الجرم السماوي المضيء.
فلاحظوا هنا استعمالان، القمر لفظ واحد، استعملته في المرة الثانية في نفس معناه الذي وضع له. القمر لأي معنى وضع؟ للجرم السماوي الموجود في السماء المضيء، تمام؟ طيب، وهل وضع لمعنى آخر؟ هلا استعماله في معناه الذي وضع له، يعني القمر اللي هو موجود في السماء، هذا هو الحقيقة. أن تستعمل اللفظ في معنى آخر غير المعنى الذي وضع له، هذا إيه؟ مجاز. لكن لما نستعمله في معناه الذي وضع له غير المعنى الذي وضع له المجازي، لابد من مناسبة بين المعنيين وقرينة. وضحت؟ فهذه هي فكرة الحقيقة وهذه هي فكرة المجاز. الحقيقة تأتي إلى اللفظ تستعمله في نفس معناه الذي وضع له. المجاز أن تأتي لللفظ تستعمله في غير معناه الذي وضع له. طب ليش استعملته في معنى آخر؟ توجد مناسبة بين المعنيين، تمام؟ طيب، توجد علاقة. هذه هي الحقيقة وهذا هو المجاز. لو قلت لكم رأيت أسدا في الغابة، إيش معنى أسد؟ الأسد الحقيقي اللي هو إيش؟ الحيوان المفترس البهيم، تمام؟ طب لو قلت لكم رأيت أسدا يخطب على المنبر، هل استعملت الأسد في معناه الحقيقي الحيوان المفترس البهيم؟ لا، استعملته في معنى آخر وهو مجاز في الرجل الذي يخطب. طب ليه سميت هذا الرجل الذي يخطب على المنبر سميته أسدا؟ الاشتراك صفة، الاشتراك في صفة، صفة الشجاعة. الأسد الحيوان المفترس شجاع، وهذا شجاع وجريء، لذا سميته أو استعرت له لفظة الأسد، تمام؟ فبنقول استعمال اللفظ لفظ الأسد في معنى الحيوان المفترس البهيم هذا حقيقة، لأنه استعمل في معناه الذي وضع له. استعمال اللفظ لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا مجاز، تمام؟ لأننا استعملنا اللفظ في غير معناه الذي وضع له. هذه الحقيقة وهذه هي هذا هو المجاز، تمام؟ اقرأوا الآن يا معاد، تفضل. وجوه الاستعمال. ولما فرغ المصنف رضي الله عنه عن أقسام التقسيم الثاني شرع في بيان أقسام التقسيم الثالث فقال: أما الحقيقة فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له. لاحظوا أريد له يعني استعمل في معناه الذي وضع له. هلأ لاحظوا الألفاظ إما مستعملة وإما مهملة، نحن كلامنا هنا في الاستعمال، صح؟ طب في يعني لفظ مش مستعمل؟ نعم، يوجد لفظ يسمى لفظ مهمل ولفظ مستعمل. اللفظ المستعمل هو الذي يستعمل في المعاني التي وضعتها العرب، أو يستعمل في معاني أخرى لمناسبة وقرينة. الألفاظ المهملة هي التي أصلاً لم توضع لها معاني، ألفاظ المهملة لم توضع لها معاني، تمام؟ دائماً يمثلون لها بمقلوب الأسماء، اسم وإقلبه، يعني بتقول زيد، إيش مقلوبه؟ دايز. هل العرب وضعت لفظ معناه دايز؟ لا، فمسميه لفظ مهمل، منسميه لفظ مهمل، تمام؟ معاد، إيش مقلوبه؟ ذاعم. العرب وضعت اسم لهذا اللفظ لهذا لمعنى؟ لا، فنقول هذا لفظ مهمل غير مراد. نحن كلامنا في الألفاظ المستعملة. طيب ما الألفاظ المستعملة؟ ألفاظ وضعتها العرب لمعان، فإما أن تستعمل اللفظ في معناه الذي وضع له فهو الحقيقة، أو تستعمله في غير معناه الذي وضع له فهو المجاز. أما الألفاظ المهملة التي أصلا لم توضع في معان فهذه غير مرادة. تفضل. فاللفظ في منزلة الجنس يتناول المهمل. إيش يعني اللفظ في منزلة الجنس؟ لما يقول الحقيقة ما هي؟ هي اللفظ الذي أريده. اللفظ بقول لك منزلة الجنس، إيش يعني؟ يعني عام. لما تقول لي الحقيقة هي اللفظ، ميزت شو معنى الحقيقة؟ لا. لما قلت لك عارف الحقيقة، قلت لي اللفظ سكت، ميزتوها؟ لا. لا، بيدخل فيها كل لفظ، تمام؟ فبقول لك اللفظ جنس، شو يعني جنس؟ يعني عام، يصدق على كثير مختلفين. طب كيف نميز الحقيقة؟ يأتي بالقيود، لفظ يستعمل في معناه الذي وضع له. إذن هي الحقيقة ليست أي لفظ، وإنما لفظ استعمل في معناه الذي وضع له. فقال لك هذا قيد، لما قلنا استعمل أخرجنا اللفظ المهمل. اللفظ المهمل يطلق عليه أنه لفظ حروف وأصوات، لكن هل هو مستعمل؟ لا. لما قلنا في معناه الذي وضع له أخرجنا المجاز،
لأن المجاز وإن كان لفظا مستعملا لكنه يستعمل في غير معناه الذي وضع له. هاي احفظوها دائما في التعريب. بقول لك مثلا حكيناها كتير في العام، مثلا ما يتناول أفرادا، ما بمعنى الذي، يعني اللفظ الذي يتناول أفرادا. طيب، طب كيف لما قلت لي العام هو اللفظ ما بينته لي، ما لم تبينه لي؟ بقول لك هذا جنس في التعريفات، يعني تأتي بشيء عام ثم تأتي بالفصل بالقيود، فتقول يتناول أفرادا أخرجنا الخاص، مختلفة الحدود، قيد ثاني أخرجنا كذا. هنا نفس الشيء، لما قال لفظ تدخل فيه كل الألفاظ، لما قال الذي يستعمل أو أريد أخرجنا الألفاظ المهملة لأنها غير مستعملة، لما قال في معناه الذي وضع له قيد ثاني أخرجنا به المجاز، لأن المجاز يستعمل لكن ليس في معناه الذي وضع له. تفضل. فاللفظ في منزلة الجنس يتناول المهملة والمجاز وغيرها. وقوله أريد به ما وضع له فصل يخرجهما، والمراد بالوضع فصل يعني قيد. تمام. والمراد بالوضع تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة. فإن كان ذلك تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة، يعني بصير هذا اللفظ متعين لهذا المعنى، إذا أطلقته يدل عليه بدون قرينة. تفضل. ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإن كان من الشارع فوضع شرعي. بس داخل الفرق نحن موقف. إيش هو؟ نحن موقف تصوير. طيب نتابع. نحن كنا في تعريف الحقيقة، أكمله يا معاذ قراءة. تفضل. فاللفظ في منزلة الجنس يتناول المهملة والمجاز وغيرهما، وقوله وغيرهما أريد به وضع له فصل يخرجهما. والمراد بالوضع تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة. تمام. فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإن كان من الشارع فوضع شرعي، وإن كان من قوم مخصوص فوضع عرفي خاص، وإلا فوضع عرفي عام. يعني يقول لنا أن الحقائق إما أن تكون حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية عرف خاص أو حقيقة عرفية من العرف العام، تمام؟ بحسب الواضع، بحسب الذي عين المعنى. فإذا كان الواضع هم أهل اللغة هي حقيقة لغوية، إذا كان الشارع حقيقة شرعية، كيف الصلاة والزكاة هي صارت حقائق شرعية، تمام؟ فإن كان من حيث العرف العام أو العرف الخاص فهي حقيقة عرفية، فهيك نحن عندنا بنسمي حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، تمام؟ بحسب الوضع اللي هو تعيين المعنى المراد لللفظ من دون قرينة. تفضل. والمعتبر في الحقيقة هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة، والمجاز وفي المجاز عدمه، فهما في الحقيقة من عوارض الألفاظ وقد يوصف بهما المعاني. تمام. والاستعمال إما مجازا أو على أنه من خطأ العوام. تمام. وحكمهما وجود ما وضع له خاصا كان أو عاما. وحكمهما حكم إيه؟ الحقيقة والمجاز، وجود ما وضع له. تمام. يعني ما حكم الحقيقة؟ وجود ما وضع لها، يعني ثبوت المعنى الذي استعملت فيه خاصا كان أو عاما. طيب وما حكم المجاز؟ وجود ما استعير له اللفظ، أي وجود المعنى الذي استعمل فيه غير الذي وضع له. تمام. هي حكمهما. ما حكم الحقيقة؟ وجود ما وضع له، يعني وجود المعنى الذي وضعت له، يعني ثبوت المعنى الذي وضعت له يثبت بها عاما كان أو خاصا. طب والمجاز؟ ثبوت المعنى الذي استعير له عاما أو خاصا. معنى هذا الكلام أن الحقيقة قد تكون من قبيل العام وقد تكون من قبيل الخاص. تذكرون العام والخاص؟ فالحقيقة الآن تكون الآن عامة أو خاصة، والمجاز أيضا يكون عاما وخاصا. وقال لكم الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ ابتداء. شو يعني؟ يعني يطرأان على الألفاظ. تمام؟ كيف منقول العموم؟ أهو من عوارض الألفاظ ولا من عوارض المعاني؟ من عوارض الألفاظ. يعني إيش اللي بتوصفه بالعموم؟ ألفاظ، بتقول لفظ عام لفظ خاص. نفس الشيء هذا لفظ حقيقة، هذا لفظ مجازي. وضحت؟ فالحقيقة والمجاز ابتداء وأصلا هما من عوارض الألفاظ. والحقيقة قد تكون عامة وخاصة، والمجاز قد يكون عاما وخاصا. والآن سيأتينا على أمثلة. هي الحقيقة عامة، حقيقة هي عام، وحقيقة هي خاصة، نفس الشيء المجاز. تفضل. فإن الحقيقة تجتمع مع الخاص والعام جميعا،
فإن قوله يعني شوفوا المعلومة، الحقيقة تجتمع مع الخاص والعام، والمجاز يجتمع مع الخاص والعام. فلو أتيت لكم بسؤال قلت لكم الحقيقة والعام لا يجتمعان، صح؟ خطأ. هي قالكم الحقيقة تجتمع مع العام وتجتمع مع الخاص، والمجاز كذلك. فلو قلت لكم المجاز والعام لا يجتمعان، صحيح؟ المجاز والخاص لا يجتمعان، صحيح؟ خطأ. الحقيقة تجتمع مع العام والخاص، والمجاز يجتمع مع العام والخاص. تمام؟ تفضل. بس حقيقة ومجاز لا. إيه؟ لا، لا يجتمعان مع بعض بقيد، الآن سيأتي. تفضل. فإن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا خاص، اركعوا واسجدوا ولا تقربوا الزنا، هذه الآية فيها خاص وفيها عام وفيها حقيقة خاصة وحقيقة عامة. الآن أين الخاص؟ يلا درستم الخاص. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولا تقربوا الزنا، أين الخصوص؟ اركع فعل أمر هذا خاص، واسجدوا فعل أمر فهو من قبيل الخاص، تمام؟ ولا تقربوا نهي وهو من قبيل الخاص وهو أيضا حقيقة. المراد بإركعوا حقيقة الركوع الانحناء، واسجدوا حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض، ولا تقربوا حقيقة القربان. إذا نقول اركعوا هو حقيقة خاصة، اسجدوا حقيقة وهو من قبيل الخاص لأنه فعل أمر، لا تقربوا هو حقيقة لأنه استعملت في معناها الذي وضعت له، وخاص لأنه فعل نهي، تمام؟ طيب لما قال اركعوا، الواو هاي واو الجماعة، اسجدوا تقربوا، هاي من قبيل العام ولا من قبيل الخاص؟ قبيل العام. قبيل العام، تمام؟ وهي أيضا حقيقة. حقيقة في مين؟ في المخاطبين، في المخاطبين المؤمنين أو المكلفين. فلاحظوا في هاتين الآيتين اجتمعت حقيقة وعام، واجتمعت حقيقة وخاص. اركعوا واسجدوا ولا تقربوا، هاي كلها حقيقة استعملت في معناها الذي وضعت له، تمام؟ وهي من قبيل الخاص أم العام؟ من قبيل الخاص لأن أفعال أمر ونهي. اركعوا الواو في اركعوا واسجدوا الضمير يعني، ولا تقربوا، كل هذه من قبيل الحقيقة استعملت في معناها الذي وضعت له، وهي أيضا من قبيل العام. فها هنا حقيقة اجتمعت مع الخاص وحقيقة اجتمعت مع العام. تفضل. خاص باعتبار الفعل وهو الركوع والزنا، وعام باعتبار الفاعل وهم المكلفون، تمام. وأما المجاز فاسم لما أريد به غير. إذا انتهينا من الحقيقة، الحقيقة إيه؟ لفظ استعمل في معناه الذي وضع له. طيب ما معنى المجاز؟ لفظ استعمل في غير معناه الذي وضع له لمناسبة بين المعنى الحقيقي. يعني كيف نحن بننتقل للمعنى المجازي وبنستعمل لفظ فيه؟ كيف أنا استعملت القمر في الطفل الصغير؟ على أي أساس؟ جمال، تمام؟ لابد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي أستعمل فيه اللفظ مناسبة وقرينة تدل، تمام؟ تفضل. وأما المجاز فاسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما، أي اسم لكل لفظ أريد به غير ما وضع له لأجل مناسبة بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع له. واحترز به عن مثل استعمال لفظ الأرض في السماء مما لا مناسبة بينهما. وعن الهزل فإنه وإن أريد به غير ما وضع له لكن لا مناسبة بينهما. يعني قال لك نحن نريد المجاز محصور في لفظ استعمل في معناه غير موضوع له لمناسبة. أما أن نستعمل اللفظ في معنى غير موضوع له لكن لا توجد مناسبة مثل الهازل، فهذا ما بنسميه، لا يسمى مجازا. وضحت؟ المجاز له شرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي استعملنا فيه اللفظ مناسبة، وأن تكون قرينة. كيف نعرف أنه هذا المعنى مجازي؟ مناسبة، علاقة وقرينة. وضحت؟ تفضل. ولم يذكر قيد كونه عند قيام قرينة بأن الغرض هنا بيان المجاز بحسب إرادة المتكلم، تمام. وقد تم به، فالقرينة إنما يحتاج إليها لأجل فهم السامع،
وهو أمر زائد على أنه سيأتي ذكرها في آخر بحث المجاز. تمام. وأما المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فيصدق عليه أيضا أنه أريد به غير ما وضع له. تمام. لأن ما وضع له هو التشبيه لا التأكيد أو الزيادة، فيدخل في التعريف. يعني بقول المجاز التي فيه زيادة ليس كمثله شيء، المقصود بها حقيقة نفي التشبيه. تمام. لكن قال لك هنا استعملت في معناها المجازي للتأكيد أو للزيادة، فقال هذا استعمال اللفظ في معناه المجازي صحها هنا. تمام، تفضل. ولكن لابد في تعريف الحقيقة والمجاز كليهما من قيد الحيثية، أي من حيث أنه ما وضع له أو غير ما وضع له، لئلا ينتقض التعريفان طردا وعكسا. فإن لفظ الصلاة في اللغة للدعاء وفي الشرع للأركان المعلومة، فهي من حيث اللغة حقيقة في الدعاء، لأنه يصدق عليه أنه ما وضع له من حيث أنه ما وضع له، ومجاز في الأركان لأنه غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له في الجملة، ومن حيث الشرع حقيقة في الأركان لأنها ما وضع له من حيث أنها ما وضع له، ومجاز في الدعاء لأنه غير ما وضع له من حيث. يعني هو شو بدي أقول لكم؟ هلا مش نحن بنقول الحقيقة هي أن تستعمل اللفظ معناه الذي وضع له، والمجاز أن تستعمل اللفظ غير معناه الذي وضع له لمناسبة بينما. تمام؟ هل أنا قلت لكم، قال لكم ما معنى الوضع؟ تعيين المراد. تعيين معنى المراد بدون قرينة. قلت لكم الحقيقة إما أن تكون لغوية عرفية شرعية، صح؟ هلا الحقيقة العرفية إيش يعني؟ أن تستعمل اللفظ في معناه الذي وضع له، أي باعتبار أهل اللغة، هي حقيقة. طيب الحقيقة الشرعية أن تستعمل اللفظ في معناه الذي وضع له باعتبار مين؟ الشارع. فشوفوا الحقيقة الشرعية هي فعليا مجاز لغوي، يعني الصلاة هي في حقيقتها اللغوية إيش معناها؟ الدعاء. الشارع تمام نقل هذا اللفظ واستعمله في معنى الصلاة المعهودة الأركان والأفعال المعروفة، فصارت الصلاة حقيقة شرعية في هذا المعنى. تمام؟ طب وشو بالنسبة للدعاء؟ بنقول صارت بالنسبة للدعاء مجاز. فهكذا بدكم ننظر إلى الحيثيات. اللفظ من حيث وضعه اللغوي هي حقيقة لغوية، إذا استعملناه في معنى آخر غير معناه الذي وضع له في اللغة هي مجاز. طيب مو في عندنا حقيقة شرعية، استعمال اللفظ في معناه الموضوع له شرعا هي حقيقة شرعية، وبالنظر إلى الوضع اللغوي مجاز. نفس الشيء استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له من حيث العرف هي حقيقة عرفية. طيب شو بيطلع من حيث الشرع ولا من حيث يدك؟ شوفوا حيثيات من حيث الشرع واللغة مجاز. يعني لفظ الدابة، ما معنى الدابة؟ لغة كل ما يدب على الأرض في اللغة. يعني لو قلت لكم لفظ الدابة حقيقة في اللغة على إيش يطلق؟ كل ما يدب على الأرض دابة. فالإنسان في اللغة دابة ولا مش دابة؟ دابة يدب على الأرض. لكن في العرف صارت تطلق الدابة، وضعت لمعنى إيه؟ ذوات الأرجل الأربعة. تمام؟ هي تسمى دابة. فبنقول لفظ الدابة له حقيقتان لغوية وعرفية. ما الحقيقة اللغوية للدابة؟ كل ما يدب على الأرض، ثم نقلت إلى معنى عرفي. نحن صرنا بعرفنا نطلق الدابة حقيقة على إيه؟ على ذوات الأرجل الأربعة. فبنقول لفظ الدابة إذا استعملناه في معناه الذي وضع له عرفا وهو ذوات الأرجل الأربعة هي حقيقة عرفية. من هاي الحيثية لو رجعنا ونظرنا إليه إنه كل ما يدب على الأرض هذا بيكون مجاز. تمام؟ يعني صار المعنى الحقيقي هو المعنى العرفي. طيب ومعناه اللغوي صار مجازا بالنسبة للمعنى العرفي. طيب لو استعملناه في معناه اللغوي اللي هو كل ما يدب على الأرض هاي حقيقة لغوية. طيب لو رجعنا استعملنا في معناه العرفي بصير مجاز. وضحت؟ فصار الحاصل بقول لك لازم تنظر وتقيد من حيثيات، لأن اللفظ يكون حقيقة من حيثية ومجازا من حيثية أخرى. من جهة يكون حقيقة شرعية وباعتبار اللغة يكون مجازا، من جهة يكون حقيقة عرفية وباعتبار اللغة يكون مجازا، وهكذا. تمام؟ تفضل.
وحكمه وجود ما استعير وجود ما يعني حكم المجاز وجود ما استعير له أي ثبوت المعنى معناه الذي استعير له أي الذي استعمل فيه الذي لم يوضع له. تفضل. خاصا كان أو عام. نفس الشيء المجاز قد يكون خاص وقد يكون عام يعني يجتمع المجاز مع الخاص ويجتمع المجاز مع العام كالحقيقة. تفضل. يعني أن المجاز كالحقيقة في كونه عاما أو خاصا. وليس المراد بكون المجاز عاما أن يعم جميع أنواع علاقاته جملة في لفظ بأن يذكر اللفظ ويراد به حاله ومحله وما كان عليه وما يؤول إليه ولازمه وملزومه وعلته ومعلوله ونحو ذلك بل أن يعم جميع أفراد نوع واحد كما يراد بالصاع جميع ما يحل هاي معنى المجاز أن يعم يعني مجاز عام أن يعم جميع أفراده التي ينطبق عليها تحته التي تكون تحته. تفضل. فيجوز ذلك عندنا وقال الشافعي رضي الله عنه لا عموم للمجاز هاي قاعدة نحن للمجاز عموم عندنا الشافعي قال لا عموم للمجاز نحن المشترك له عموم عندنا نحن المشترك تذكرون ايش قلنا له عموم ولا لا لا عموم للمشترك عندنا الشافعي قال له عموم هاي قواعد بدكم تحفظوها فلو جيت قلت لكم صح وخطا مع التعليل ليه المجاز عموما عند الحنفيه صح ولا خطا صح طيب لا عموم للمجاز عند الشافعيه لا مجاز للعموم عند الشافعيه بتعللوه هلا التعليل بنذكره ليش المجاز عام هلا اللي بنعلله هذا هو تعليل العام هلا بنذكر التعليل وضحت عادي الصح يعلل كمان الصح يعلل بمعنى يوضح توضح فكرته فللمجاز عموم عندنا خلافا للشافعيه المشترك لا عموم له عندنا خلافا للشافعيه هي قاعده بتصير قواعد يلا اقراوا ايش يعني عموم مجاز يعني المجاز يكون لفظه عاما له معنى عام بحيث يندرج تحته أفراد مثل اللفظ العام اللي أخذناه بس بيكون هذا مجازي فبتقول لفظ مجازي تمام تحته أفراد يعمها مثل الحقيقة تماما تفضل يصار إليه في الكلام عند تعذر الحقيقة والضرورة تقدر بقدرها وترفع وترتفع بإثبات الخصوص فلا يثبت العموم هذا دليل الشافعية الشافعية قالوا لا عموما للمجاز المجاز ما بيكون عام قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه المجاز متى نصير إليه؟ عند تعذر الحقيقة الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة فإن تعذر حمله على الحقيقة يصار إلى المجاز إن لم يمكن حمله على الحقيقة يصار إلى المجاز إذن حمل اللفظ على معناه المجازي هذا للضرورة تمام؟ وعندنا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها فإذا أمكننا دفع الضرورة بالخصوص فلا نصير إلى العموم هذا دليل الشافعية بقول لك المجاز يثبت ضرورة ليه؟ حيث لم يمكن إعمال الحقيقة نصير إلى المجاز هل نحن نعمل المجاز دائما؟ لا الأصل في الكلام يحمل على الحقيقة ما استطعنا ما أمكننا حمله على الحقيقة نحمله على المجاز تمام؟ إذن هي دلالة المجاز أو هو ثابت ضرورة والضرورة تقدر بقدرها إيش يعني لا يتوسع في الضرورة يعني واحد قلنا له عند الهلاك يجوز أن تشرب الخمر بما يدفع إيش؟ العطش عنك بحيث لا تموت بما يدفع عنك الهلاك فواحد كان أشرف على الموت ولا يوجد شيء يشرب ويدفع به الهلاك إلا الخمر نقول له اشرب أبيح لك للضرورة أن تشرب الخمر لكن هل أبيح له مطلقا؟ شو يعني؟ أبيح له أن يشرب بالقدر الذي يدفع عنه الهلاك ويصير يشرب إنينة كاملة ويقول أنا أباح للشرع؟ نقول له لا أباح لك شرب الخمر للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ما قدرها؟ دفع الهلاك فلو خلاص بشربة واحدة دفعت الهلاك لا يجوز لك يحرم عليك أن تشرب بعد هاي الشربة وضحيت؟ نفس الشيء أكل الميتة هل يجوز؟ لا للضرورة واحد شرف على الهلاك ولا يوجد ما يأكله ويدفع هلاكه إلا الميتة يجوز أن يأكلها؟ يجوز يأكلها كلها؟ لا بقدر للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ما قدر الضرورة بقدر ما يدفع عنه الهلاك نفس الشيء المجاز كان خلفا عن الحقيقة فلا يصار إليه إلا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها فإذا استطعنا أن ندفع الضرورة بالخصوص فلا نصير إلى العموم
الحنفية ما سلموا، قالوا أصلا المجاز ليس ثابتا ضرورة، المجاز ليس ثابتا ضرورة. ليه؟ لكثرة استعماله في الشيء. كثير عندنا إحنا استعمال مجازي، والثابت ضرورة هل يستعمل بكثرة؟ لا. فالحنفية قالوا لا نسلم أن المجاز يثبت ضرورة لكثرة استعمال الشارع له. طيب، وقالوا مثله مثل الحقيقة. فالحقيقة إذا كانت عامة، لما نقول أنها عامة، هل نقول إن الحقيقة قد تكون عامة باعتبار أنها حقيقة؟ لا، باعتبار أمر زائد، وهي مثلا أنها وردت في سياق النفي، تذكرون أنها وصفت بصفة عامة، فقالوا فكذا المجاز. تمام، قد يعم لا باعتبار أنه مجاز، وإنما لأمر زائد كالحقيقة، أن يرد في سياق النفي، أن يكون في سياق كذا، أن يوصف بصفة عامة. فكما أننا سلمنا أن الحقيقة تكون عامة لأمر زائد لا باعتبار أنها حقيقة، نسلم أيضا أن المجاز يكون عاما باعتبار أمر زائد لا باعتبار أنه مجاز، كأن يرد في سياق النفي أو يوصف بصفة عامة ونحو ذلك، ولا نسلم أن المجاز ضرورة. تمام؟ اقرأوا الآن. وإنا نقول إن عموم الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة. هاي لاحظوا، يعني لما قلت هذه الحقيقة عامة، هل لأنها حقيقة كانت عامة؟ لا، لأمر زائد. ليه؟ وقعت في سياق نفي، في سياق الشرط بتفصيل، وصفت بوصف عام إلى آخر ذلك. تفضل. فكذلك المجاز. بل لدلالة زائدة على تلك كالألف واللام في المفرد الغير معهود. تذكرون إيش كالألف واللام؟ الجنسية الاستغراقية. تذكرون قلنا الأل أصل أن تحمل على العهد. جاء الدكتور، أي دكتور؟ دكتور المادة. تمام؟ فإن لم يمكن حملها على العهد، ما لا يوجد معهود لا ذكري ولا ذهني، تحمل على العموم. تمام؟ تفضلوا. وهذا ليس خاصا بالحقيقة وإنما في المجاز، فالمجاز قد يكون عاما وتدخل عليه آل الجنسية، وكما أن الحقيقة تكون عامة بدخول آل الجنسية عليها. تفضل. ووقوع النكرة في سياق النفي ووصفها بصفة عامة. تمام. وكون الصيغة صيغة جمع أو كون المعنى معنى الجمع، فإذا وجدت هذه الدلالات في المجاز يكون أيضا عاما، إذ ليس كون الحقيقة شرطا للعموم أو كون المجاز مانعا عنه. وكيف يقال إنه ضروري وقد كثر ذلك في كتاب الله؟ لاحظ اعترضنا، كيف تقول يا سادة يا شافعية إن المجاز ثبت للضرورة؟ ثبت للضرورة ويكثر استعماله في الشارع في القرآن؟ إذن هذا ليس ضروريا. تفضل. والله تعالى ليه؟ لأنه شيء ثبت ضرورة لا يتوسع فيه، وبما أنه كثر استعماله في الكتاب وفي السنة، إذن هذا لم يثبت ضرورة لأننا توسعنا في استعماله. تفضل. ولا يقال إن المقتضى واقع في القرآن كثيرا، مع أنه ضروري بالاتفاق بيننا وبينكم، لأننا نقول إنه من أقسام الاستدلال. من أقسام الاستدلال. من أقسام الاستدلال، فالضرورة ثمة ترجع إلى المستدل لا إلى المتكلم، والمجاز من أقسام اللفظ، فلو كان ضروريا لكانت الضرورة راجعة إلى المتكلم، والمتكلم هو الله تعالى منزه عنها، هكذا قالوا. يعني هنا استطراد، قال أنتم بتقولوا للمجاز عموم يا حنفية، شافعية قالوا لا عموم للمجاز. تمام، شافعية قالوا ليش للمجاز لا يعم؟ قالوا ثبت ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، وإذا استطعنا أن ندفع الضرورة بالخصوص فلا يصار إلى العموم. حنفية ما سلموا، قالوا المجاز لم يثبت ضرورة لكثرة استعماله في لغة الشارع في القرآن. تمام، استدركوا علينا، قالوا لنا طيب المقتضى، دلالة الاقتضاء ستأتيكم في الدلالات الاستدلال، المقتضى له عموم عندكم؟ اللي هي تقدير محذوف، تقدير مضمر لضرورة صدق الكلام أو صحة عقل أو شرعا. قلنا لهم لا، المقتضى لا عموم له. قالوا طيب، قلتم المقتضى لا عموم له، قلنا لكم لماذا يا حنفية؟ قلتم لأنه ثبت ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. طيب، بما أن المقتضى ثبت ضرورة وأثبتتم أنه لا عموم له، تمام، فالآن هنا إذا قلنا أنه المجاز ثبت ضرورة، إذن الأصل أن يقال لا عموم. لا، هو كيف قالوا؟ قالوا المقتضى ثبت ضرورة، هذا بالاتفاق، ومع ذلك لا عموم له، سلمنا. قالوا طيب، ما هو المقتضى كثير في كتاب الله،
فكيف يا حنفية أنت بتقولوا المقتضى عندكم ثبت ضرورة مع أنه كثير في كتاب الله؟ وقلتم في المجاز لم يثبت ضرورة، ليه؟ لأنه كثير في كتاب الله. طب هي المقتضى كثير يستعمل في كتاب الله وفي السنة يعني في الشرع، ومع ذلك ثبت ضرورة، فكيف فكوها؟ كيف المجاز قلتم ليس ضرورة لكثرة استعماله، والمقتضى قلتم يثبت ضرورة مع أنه يكثر استعماله؟ تمام؟ قالوا هناك يكثر استعماله من جهة المستدل لا من جهة المتكلم، اللي هو جهة المستمع والمكلف. وهنا إذا قلنا إنه المجاز يكثر استعماله فمن جهة المتكلم، ومن المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى تجوز عليه الضرورة؟ يعني بنقول الله أجأته الضرورة؟ لا، منزه. أما في المقتضى وإن كثر استعماله، لما قلنا إنه دلالة ضرورية؟ من جهة المستدل، من المستدل؟ المجتهد، تمام، الذي يستدل أو المكلف أو نحو ذلك. فعادي جدا نقول إنه المستدل ثبت عنده ضرورة، المستمع ثبت عنده ضرورة، المكلف ثبت عنده ضرورة، بشر. أما هنا نقول المجاز يثبت ضرورة باعتبار المتكلم. طب من المتكلم أصلا؟ الله. وهل الله تلجئه الضرورة إلى شيء؟ فعرفتم ما الفرق؟ يعني هذا اعتراض أريد علينا ورددنا عليه. تفضل. والإنصاف أن المتكلم يتلفظ بالمجاز مع قدرته على الحقيقة برعاية بلاغات ومناسبات لم تكن في الحقيقة، ولكنه ضروري بحسب السامع. فمعنى أن السامع لا بد له أن يصرف أولا إلى الحقيقة، فإذا لم يقتسم حمله عليها فحينئذ يصرفه إلى المجاز. ولهذا جعلنا لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الله عنه عاما فيما يحل. عاما فيما يحل. إيه هلأ، لا تبيع الصاع بصاعين، لا تبيع الصاع بالصاعين. هلأ شو المقصود بالصاع؟ الصاع له معنيان، حقيقي ومجازي. ما المعنى الحقيقي للصاع؟ الوعاء الذي يكال به، صح؟ طب ما المعنى المجازي؟ الذي يوضع داخل الصاع. القمح ما يكال، القمح، الشعير الذي يباع بالصاع. فالصاع له معنيان، حقيقي ومجازي. ما معناه الحقيقي؟ نفس الوعاء الذي يكال به، نفس الأداة التي يكال بها. وما معناه المجازي؟ هو ما يحل بالصاع، اللي هو الشيء الذي يباع، الذي يكال بالصاع. هل المراد هنا المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي؟ يعني لا تبيع الصاع بالصاعين. لو أنا كان عندي وعاء ومعاد معه وعاءين، أعطيته وعاء وأعطاني وعاءين، باعني وعاء بوعاءين، يجوز؟ يجوز، ما في مشكلة، هذا مش منهي عنه. طيب لو أنا معي صاع فيه قمح، كيلو قمح، ومعاد معه صاعين، كل صاع فيه كيلو قمح، يجوز أن أبيعه الكيلو القمح الموجودة في صاعي باثنين كيلو موجودة في صاعين عنده؟ هذا المنهي عنه. ليه؟ هذا ربا، تمام؟ مقابلة الجنس بالجنس فيما يكال أو يوزن ربا، لابد فيه من التقابض والتساوي، وهنا ما حصل التساوي، صار عندي كيلو باثنين كيلو، هذا المنهي عنه. فنقول هذا مجاز عام. لما الصاع هنا كان مجازا ليس حقيقة؟ هل استعمل الصاع في معناه الذي وضع له، نفس الوعاء الذي كال به؟ لا، استعمل فيما يوضع، فيما يكال به، وهو الذي يباع به، هي كونه مجازا. طب لما كان عاما وليس خاصا؟ قالوا لا تبيع الصاع بالصاعين، الهي الجنسية، تمام؟ فتعم كل صاع، فتعم كل ما يباع كيلا في هذا الصاع، في الصيعان. وضحت؟ فهذا مثال المجاز العام، هذا مثال المجاز العام. مش نحن بنقول المجاز قد يكون عاما قد يكون خاص، هذا مثال المجاز العام، الصاع هنا. تفضل. أي لأجل أن يكون طبعا ليش كان مجاز؟ أطلق المحل وأراد الحال. إيش المحل؟ نفس الصاع، الوعاء. وهل هو أراد نفس الوعاء ولا ما يحل به، ما يوضع به؟ ما يحل ويوضع به. تفضل. أي لأجل أن المجاز يكون عاما جعلنا لفظ الصاع في حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، عاما في كل ما يحل الصاع ويجاوره، لأن الحقيقة ليست بمرادة اتفاقا، إذ نفس الصاع الذي يكون خشب يجوز بيعه بالصاعين، فالشريعة لا بد أن يكون مجازا عما يحله. فالشافعي رضي الله عنه يقدر لفظ الطعام فقط،
أي لا تبيع الطعام الحال في الصاع بالطعام الحال في الصاعين، لأن المجاز لا يكون إلا خاصا. ونحن نقدر كل ما يحل، أي لا تبيع الشيء المقدر بالصاعين بالشيء المقدر بالصاعين سواء كان طعاما أو غير الطعام. هذا ما قاله. تمام. وقد اعترض عليه أنت تعرفون، لأنه نحن علة الربا عندنا اتحاد الجنسي والقدر، القدر الوزن أو الكائن. الشافعي عنده رضي الله عنه علة الربا الثمنية وقضية الطعم كونه مطعوما، فعلى هذا يتكلم. تفضل. وقد اعترض عليه في التلويح بأن عدم القول بعموم المجاز افتراء على الشافعي رضي الله عنه لم نجده في كتبه. هذه القضية، هل فعلا الشافعي يقول لا عموم للمجاز؟ نحن نقلناه في كتبنا، ونحن الأصل ناخده من وين؟ مذهب الشافعية من كتبهم. تفضل. وأما تقدير الطعام في الحديث فبناء على أن الطعم علة لحرمة الربا، فعنده فلا يحرم التفاضل في الجص والنورة. لا الجص الجبصين يعني، والنورة الحجر الذي يستعمل في إزالة الشعر ونحو ذلك. نحن عندنا كل ما يكال ويوزن إذا قوبل بجنسه يحرم فيه التفاضل والتأخير، مش بس الطعام. يعني الحديد مش يوزن عندنا، فبيع الحديد بالحديد هاي نفس الجنس حديد وحديد، وهذا يوزن وهذا يوزن، فتحققت علة الربا، اتحاد الجنس حديد وحديد واتحاد القدر أنه يوزن، هذا يجري فيه الربا. فلا بد إذا بدك تبيع حديد بحديد يشترط التقابض والتساوي. تمام. جبس بجبس، جبسين بجبسين، اتحاد الجنس والقدر. فنحن عندنا الربا مش خاص بالمطعومات، في كونه طعم، في كونه ذهب وفضة، يدخل في كل ما يكال ويوزن. في حال اتحاد الجنس بيكون ربا فضل، وفي اتحاد الاختلاف الجنس أو اختلاف القدر بيكون قضية النساء. تفضل. لا بناء على أن المجاز لا يعم، والحقيقة لا تسقط عن المسمى. هي من أحكام الحقيقة. إذن أول شيء شوفوا، هنا انتهينا من تعريف الحقيقة وعرفنا حكمها ومعنى المجاز وعرفنا حكمه ثبوت ما استعير له. تمام. ثم قلنا الحقيقة قد تكون عاما أو خاصا، والمجاز قد يكون عاما أو خاصا، وأخذنا الأمثلة. تمام. طيب الآن الأصل يعني قواعد ومسائل تتعلق بالحقيقة والمجاز. أول مسألة قال لنا للمجاز عموم عندنا خلافا للشافعية. تمام. المجاز يعم عندنا خلافا للشافعية، وذكرنا دليلنا ودليلهم. المسألة الثانية التي تتعلق في الحقيقة والمجاز، الحقيقة لا تسقط عن مسماها، اللفظ لا يسقط عن معناه الحقيقي، ولكن يسقط عن معناه المجازي. يعني ممكن تنفي المعنى المجازي بس مش ممكن تنفي المعنى الحقيقي. تمام. كلمة الأب ما معناها الحقيقي؟ الأب الوالد، أبوك الذي ولدك. طب وما معناها المجازي؟ تطلق على الجد، الجد يسمى أب. فالآن ممكن تقول عن جدك هذا ليس أبي، تنفي عنه الأبوة؟ ممكن، لأنه معنى مجازي، المعنى المجازي ممكن أن تنفي. طب ممكن عن والدك هو والدك وتقول عنه هذا ليس أبي؟ لا. فهي الحقيقة لا تسقط عن مسماها، لا تسقط عن معناها، ما بتنتفي. أما المجاز يجوز أن يسقط عن مسمى. تمام. تنفي، تقول هذا ليس أبي. الأسد يستعمل حقيقة في البهيم، الحيوان البهيم مفترس، وفي المجاز في الرجل الشجاع. فممكن تيجي على رجل شجاع وتقول رجل مثلا، تقول هذا ليس بأسد، يجوز. بس ممكن تقول عن الحيوان المفترس البهيم اللي هو عن جد أسد تقول عنه هذا ليس بأسد؟ لا، الحقيقة لا تقبل السقوط عن مسماها خلافا للمجاز. هاي قاعدة أخرى تتعلق بالحقيقة والمجاز. تفضل. هذه علامة لمعرفة الحقيقة والمجاز، والمراد أن المعنى الحقيقي لا يسقط ولا ينتفي عما صدق عليه. يعني المعنى الحقيقي لا ينفى، المعنى المجازي يمكن نفيه. تفضل. بخلاف المعنى المجازي فإنه يصح أن يصدق عليه ويصح أن ينفى عنه. ينفى عنه. أيوة. يقال للأب أب، ولا يصح أن يقال إنه ليس بأب. بخلاف الجد فإنه يصح أن يقال له أب، ويصح أن يقال إنه ليس بأب. وكذا الهيكل المعلوم يصح أن يقال عليه إنه أسد، ولا ينفى عنه بأنه يقال أنه ليس بأسد. بخلاف الرجل الشجاع
فإنه يصح أن يقال إنه أسد وأن يقال إنه ليس بأسد، ومتى أمكن العمل بها سقط المجاز. هي قاعدة أخرى، متى أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى المجاز. الأصل في الكلام الحقيقة، بتحمل على حقيقته. متى نصير إلى المعنى المجازي؟ في حال لم يمكن يمكننا حمل اللفظ على معنى الحقيقي. لاحظوا كلها قواعد تتعلق بالحقيقة والمجاز. أولها أن للمجاز عموما عندنا خلافا للسادة الشافعية. اثنين، أن الحقيقة لا تسقط عن مسماها، لا تنفى بخلاف المجاز فيسقط عن مسماه. ثلاثة، متى أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى المجاز. ليه؟ لأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا في حالات يتعذر فيها المعنى الحقيقي فيحمل على المجاز بقرينة وعلاقة. تمام؟ تفضل. هذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام. لما يتفرع عليه؟ هذا أصل كبير، قاعدة كبيرة في الحقيقة والمجاز، لما يتفرع عليه من أحكام؟ فضل. أي ما دام أمكن العمل بالمعنى الحقيقي سقط المعنى المجازي، لأنه مستعار والمستعار لا يزاحم الأصل. طبعا، لأنه خلف، خلف أصل، فلا يصار إلى الخلف إلا إذا تعذر الأصل، والأصل حمل اللفظ على معنى الحقيقي. تفضل. فيكون العقد لما ينعقد دون العزم. الآن سيذكر أمثلة نرجح فيها المعنى الحقيقة ونقدم فيها المعنى الحقيقي على المجازي. ليه؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة ها هنا ليس متعذرة. الآن هذا المثال فعليا الذي يسوقه الآن لكم هو مش تقديم حقيقة على مجاز، تقديم مجاز على مجاز. يعني لفظ له حقيقة وله معنى مجازي أول وله معنى مجازي ثاني، لكن قدم المعنى المجازي الأول عندنا الحنفية، قدمناه على الثاني. ليه؟ لقرب المعنى المجازي من الحقيقة أكثر من المعنى المجازي الثاني. إيش المسألة؟ لفظ العقد، لفظ العقد في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقد، ما معناها اللغوي حقيقي في اللغة؟ العقد من عقدت الحبل، ربطته، هي معنى الحقيقي. ثم صار لها معنى مجازيا، صار لها لهذا اللفظ معنى مجازيا أول قريب من الحقيقة، وهو ربط الفعل بالجزاء، ربط اليمين بالفعل، ربط الفعل بالجزاء. تمام؟ يعني أنت حلفت يمين، إذا حنثت به عليك الكفارة. فاستعملنا اللفظ الحقيقي للحقيقة اللي هو ربط الحبل لمعنى العقد، استعمال في معنى مجازي أول قريب، وهو ربط الفعل بالجزاء، ربط اليمين بالفعل. تمام؟ ربط، عفوا، الشرط بالجزاء، ربط الشرط بالجزاء أو ربط اليمين بالفعل. هناك معنى مجازي ثاني أبعد عن المعنى الحقيقي، وهو عقدتم، يعني عزمتم وقصدتم، عزمتم وقصدتم. العقد معناه العزم والقصد. بناء عليه نحن قلنا نقدم المعنى المجازي الأول، فالمراد بالعقد ها هنا في عقدتم الأيمان يعني ربط الشرط بالجزاء، ربط اليمين بالفعل. أنت حلفت يمين، حنت به عليك كفارة. تمام؟ قدمنا هذا المعنى المجازي على المعنى الثاني وهو العقد بمعنى إيه؟ القصد والعزم. تمام؟ الشافعية قالوا لا، قدموا المعنى المجازي الثاني على الأول. طبعا هنا احتججنا عليهم، نحن هنا ما قدمنا الحقيقة على المجاز بل قدمنا مجازا على مجاز. لكن لما قدمنا المجاز الأول على الثاني؟ لأنه أقرب للمعنى الحقيقي. وضحت؟ وبناء عليه اختلف، صار فيه بيننا وبين الشافعية خلاف بإيش؟ في هل يوجد كفارة في الغموس أم لا؟ نحن قلنا لا كفارة في الغموس بل يجب فيها الاستغفار والتوبة، والشافعية قالوا يجب فيها الكفارة بالغموس مثل إيه؟ المنعقدة. ليه؟ لأنه قالوا بما عقدتم الأيمان، والعقد معناه العزم والقصد، واليمون الغموس عفوا فيها قصد وعزم مثل ايه؟ كفاره ال مثل يمين المنعقده، وكما ان المنعقده تجب فيها الكفاره حاله الحنف فكذلك الغموس. اقرؤوها الان. فيكون العقد لما ينعقد دون العزم، اي يكون العقد المذكور في قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان محمولا على ما ينعقد وهو المنعقده فقط، لأنه حقيقة في حقيقة هذا اللفظ دون معنى العزم. تمام. حتى يشمل الغموس والمنعقد جميعا لأنه مجاز، والمجاز لا يزاحم الحقيقة. تمام. وتحقيقه أن اليمين ثلاث، لغو وغموس ومنعقدة. فاللغو أن يحلف على فعل ماض كاذبا ظانا أنه حق.
تمام. ولا إثم فيه ولا كفارة. تمام. والغموس أن يحلف على فعل ماض كاذبا عمدا، وفيه الإثم دون الكفارة عندنا. وعند الشافعي فيه الكفارة أيضا. تمام. والمنعقدة أن يحلف على فعل آت فإن حنث فيه يجب الإثم والكفارة، يعني على أمر في المستقبل حنث به في كفارة. تمام. ذلك لأن الله تعالى ذكر هذه المسألة في موضعين، فقال في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالشافعي رضي الله عنه يقول بأن قولا بما عقدتم الأيمان معناه ومعنى ما كسبت قلوبكم واحد، فيشمل كلا الآيتين الغموس والمنعقدة جميعا. والمؤاخذة يعني ما قصدتم، والغموس ألا يقصدها لما يحلف كاذب على أمر ماضي ألا يقصدها؟ يقصدها ويعزم عليها. فقالوا بما عقدتم الأيمان، هنا داخل فيه الغموس عند الشافعية، حملوا عقدتم على معنى المجازي أي قصدتم وعزمتم. قلنا لهم هذا معنى مجازي بعيد، عقدتم معناها اربط الجزاء بالفعل، وهذا لا يكون الشرط بالجزاء أو لم يكن بالفعل، وهذا لا يكون إلا بالمنعقدة. حلفت على أمر في المستقبل فعلته لا كفارة عليك، تمام؟ لم تفعله حنت عليك الكفارة. هذا المعنى المجازي هو الذي يقدم على المعنى الذي أتى به الشافعية وهو القصد. ليه؟ لأنه أقرب إلى المعنى الحقيقي. تمام. والمؤاخذة في المائدة مقيدة بالكفارة، فتحمل عليها المؤاخذة المطلقة المذكورة في البقرة. تمام. فيكون الإثم والكفارة في كليهما، فينطبق بين الآيتين بهذا النمط. تمام. ونحن نقول إن معنى العزم والكسب مجاز في قوله تعالى بما عقدتم الأيمان. تمام. والحقيقة هو المنعقدة فقط، فآية المائدة تدل على أن الكفارة في المنعقدة فقط بخلاف بما كسبت قلوبكم في البقرة، فإنه عام للغموس والمنعقدة جميعا، والمؤاخذة فيها مطلقة فتصرف إلى الفرد الكامل وهو المؤاخذة الأخروية، فيكون الإثم في الغموس والمنعقدة جميعا. هذا هو غاية التحرير في هذا المقام. تمام. وسيجيء هذا في بحث المعارضة أيضا إن شاء الله تعالى. تمام. كم ستين؟ أكمل. والنكاح للوقت. إذا هاي انتهينا. أنا بهمني هنا فصل لكم فقهيا، لكن يهمني أن تعرفوا هنا إحنا بأي قاعدة. الأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. هنا قدم الحنفية مجاز على مجاز. ليه؟ لأنه أقرب إلى الحقيقة. الآن في معنى النكاح، النكاح له معنى حقيقي وله معنى مجازي. نحن قلنا النكاح حقيقة يطلق على الوطئ، ومجازا يطلق على إيه؟ على العقد، خلاف الشافعي. الشافعي عكسوا، قالوا النكاح حقيقة في العقد ومجازا في الوطئ. تمام؟ نحن قلنا النكاح أصله الضم، وحقيقة الضم تكون في الوطئ، والعقد مجاز. ليه؟ لأنه سبب للوطئ. ما سبب الوطئ؟ العقد. تمام؟ فنحن هنا قدمنا المعنى الحقيقي على المعنى المجازي. تفضل. والنكاح للوطئ دون العقد أن يكون النكاح المذكور في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. معناها أي لا تطأوا ما وطئ آباؤكم من النساء. تمام؟ وطئا مش عقدا، سواء وطئ حرام أو وطئ حلال. لذلك من زنى بزوجة أبيه حرمت عليه. تفضل. محمولا على الوطء دون العقد فيشمل الوطء الحلال والحرام. تمام. والوطء بملك اليمين أيضا. تمام. لأن النكاح بالأصل الضم وهو إنما يكون بالوطء، والعقد إنما سمي نكاحا لأنه سبب في الضم. فمن حيث اللغة حقيقة النكاح الوطء والعقد مجاز، ومن حيث الشرع بالعكس. فالشافعي رضي الله عنه حمل النكاح هاهنا على معناه المتعارف، فلا يثبت حرمة المصاهرة في الزنا. تمام. ونحن نحمله على حقيقته اللغوية، فثبتت حرمة المصاهرة بالزنا، ويستحيل اجتماعهما مرادين بلفظ واحد. إذن هنا طبعا شوفوا الأصل حمل اللفظ على معناه الحقيقي، صح؟ فالنكاح عندنا حقيقة في الوطن. ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم معناها لا تطأوا، فإن طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره. شو المقصود بالنكاح هنا؟ حتى يطأها رجل ثاني ويدخل بها. تمام. طيب فانكحوهن بإذن أهلهن، إيش المراد بالنكاح هنا؟ معناها الحقيقي ولا المجازي؟ معناها المجازي، لأنه هل الوطئ الرجل بيحتاج إلى وطئ زوجته إلى إذن الأهل؟ إذن لاحظوا هنا صرفنا اللفظ عن معناه الحقيقي. الأصل النكاح في الوطئ، انكحوهن بإذن أهلهن حملنا على المعنى المجازي وهو العقد. ليه؟
بقرينة بإذن أهلهن. الإذن يكون للعقد ولا يكون لي الوطئ. لاحظتم؟ طيب بهذا نكون انتهينا من هاي المسائل. في المرة القادمة سيتابع مسائل وقواعد تتعلق بالحقيقة والمجاز، سيناقش قضية لا يجتمع عندنا